يا مرحبا. مين معنا؟ مين انت؟ ليش داك؟ وش تبغى؟ والله حابين نسلم عليكم ونسمع صوتكم. جد والله؟ اي والله. استاذ الفاضل نور الدين، عندك انشوده مشاركه شيء؟ كيف؟ عندك انشوده مشاركه شيء نسمعها؟ والله انا من زمان احب يعني كذا اني اشارك عن طريق الاتصال. طيب يلا اعطينا انشوده. امي ربت بيتي مثلا، اي شيء. ممتاز. بابا جيب لي بالون. مثلا برضو مناسب. لاني احب البلالين والله. الله يحييك يا مهند. مهند شمسان نجم برنامج المنتخب وايضا برنامج شعله ولهب وحطب باطلالته المميزه صراحه والجميله جدا، فالله يحييك يا مهند. يا اهلا وسهلا يا مرحبا. نورتنا والله يا مهند. ويعني انا من زمان صراحه ودي ان نلتقي يعني مع بعض في مداخله هاتفيه ولا في حضورك، وتمنينا والله حضورك في الاستوديو لكن لبعد المسافه قلنا نكسبك على الاقل في الاتصال، فنورتنا والله. يحييك الله يرفع قدرك، وهذا من طيبك وطيب اللي معك يا حبيبي خالد. الله يسعدك يا حبيبي مهند. وسعيدين والله بهذه المكالمة ونتشرف فيها. اي والله ما شاء الله. البرنامج يعني هو احد البرامج الجديدة في هالدورة البرامجية، وبرنامج مسمع ما شاء الله تبارك الله، مشاهداته جميلة وتفاعله جميل، يعني خلطة رائعة صراحة نذكرها من ايام برنامج المنتخب، والان التاريخ يعيد نفسه لكن بطريقة مختلفة بهالكوكب من النجوم. اول شيء ودي تحدثني عن تجربتك في هالبرنامج وعن البرنامج بشكل عام. والله اولا يعني صراحه شكر يعني خاص بكل من يعني ساهم في هذا البرنامج. والله يعني من جد احنا كشباب يعني في برنامج المنتخب بالفعل متشوقين انه يجمعنا برنامج بنفس الشباب اللي كانوا معنا، ويعني ما تشوف كيف الفرحه يوم عرف الشباب في برنامج بيجمعهم بنفس الطاقم وبنفس يعني حتى بنفس الفريق كامل، يعني سواء من المخرج ابو ياسمين ولا غيرهم ولا الشباب نفسهم. فصراحه كانت يعني تجربه مره حلوه، والشباب كانوا متشوقين جدا، وان شاء الله يعني انه طلعنا بصوره يعني بالفعل خلت اللي يشوف البرنامج بالفعل يفتكر المنتخب ويشتاق لهذا البرنامج اللي اللهم لك الحمد يعني كل من من النجوم. اي والله. يعني البرنامج يمكن احد ابرز الاهداف انه نعيد النجوم هذول بطريقه جديده او ببرنامج جديد، نظره صراحه لتميزهم يمكن من اميز البرامج اللي شاركوا فيها كوكب رائع صراحه هم برنامج المنتخب حسب ما يقول كثير صراحه من المشاهدين. لكن انا ودي اتاكد ليش كان في بعض النجوم في غياب، ايش السبب؟ يعني كان بعض المشاركين في المنتخب غير موجودين في هالبرنامج، ايش كانت الاسباب او ليه ما كانوا موجودين وحاضرين معكم؟ والله جميع اول شيء جميع الشباب كان عندهم معرفه، وجميعهم اللي غاب ما غاب الا من عذر، ويعني والله بعضهم حتى كان يشاركنا بالاتصال يعني هاي شباب ايش صار معاكم كيف البرنامج لا تقصروا، يعني اللي غايب كان يدعمنا بالاتصال. اي والله وفي السناب وفي الامور يعني متفاعل معنا، وكل اللي اعتذر والله اعتذروا من الانشغالات، يعني كانت مده البرنامج كذا يعني مثل ما نقول فيها ضغط بسيط يمكن غير مناسبه على الشباب، لكن ان شاء الله حضروا وفوا وجملوا اللي غايبين كلهم، واللي غابوا ان شاء الله نجمع معهم برنامج اول واكبر باذن الله. جميل. طيب اعطنا شيء من الكواليس اللي كانت موجوده يعني احنا ما نعرف عنها كمشاهدين، وش ابرز المواقف اللي حصلت في الكواليس؟ ابرز الصعوبات اللي يعني واجهتوها في التصوير؟ انا اعرف ان البرامج البريه تواجهون اكيد فيها صعوبه بشكل او اخر، فحدثنا عنها. والله اول شيء البرد، يعني تتكلم في مخيم نومك واكلك وشربك وجلستك كامله في المخيم، فمواجهه معاناه البرد يعني احنا بالذات كمنشرين ولا كملقين يعني انعدمنا بالفعل، يعني لا من برد لا من وضوء واشياء زي كذا، يعني صراحه البرد كان معاناه جدا عندنا في خلال الاربع الايام هذه. ممكن اللهم صل على رسول الله من الاشياء يعني صراحه من امتع الفقرات بالنسبه لي يعني هي فقرة البرد، يعني كانت أول شيء بعد ضغط التصوير في اليوم اللي فات يا دوب ننام شويتين إلا الساعة 11 كلنا صاحين تعبانين منهكين جدا، قالوا يلا البر. فسبحان الله أنا أشوف أنها من أفضل الفقرات طلعت البر هذا، يعني طلعت البر هذه يعتبر يعني برنامج لحاله. الناس مبسوطة واللي حولنا واللي يعني شايفين الأجواء، وكانت الأجواء جميلة حتى في موقف الدباب، يعني كان الشباب يمثلون الغافل يكون مسؤول يعني علينا كأب يعني يلعبنا في الدبابات. بعدين شافنا واحد راعي شفر كذا، جاء شافنا قال
شاف انا حسبنا من جد اننا زعلانين نبغى دباب. قال هيركبوا ايوه قال هيركبوا الصندوق يلا والله ما خليه بخاطركم. قلنا يا رجال استهدي بالله احنا بنزل. قال لا والله خاصة عشان ما لقيت دباب على مقاسك تبشر. فجاء ويعني ودار فينا اللي على قوته خبار كامل. كان يعني بالفعل برنامج البر فقرة البر يعني هذه كانت من امتع الفقرات. وان شاء الله البرنامج كله يعني يكون جميل باذن الله وخفيف عليه ان شاء الله جميل. انا اذكر يمكن او عندي معلومه انه انت وجدت صعوبه شخصيا انت مهند في ابراز او المشاركه في احد الفقرات او كذا. كان عندك مشكله في احد الفقرات في البرنامج فقره لك انت خاصه فيك يعني وممكنك يعني اظن فكرتها كانت في ابراز شيء في الانشاد او من هالقبيل يعني. وش الصعوبه اللي واجهتها وكيف انحلت ولا ما انحلت طمني. لا 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 الحمد لله هي فقرة الإنشاد بس كانت الصعوبة فيها كوقت. البرنامج فيه ضغط في التصوير عالي وصراحة كنت يعني حريص جدا أنا وأخوي محمد إن نقدم حاجة كذا يعني تليق بالمشاهدين وتليق بكل من يسمع يعني هذا البرنامج شيء كذا فقرة بسيطة عن المقامات كأناشيد. فسبحان الله يعني سجلناها آخر الليل في آخر يوم والطيران ترى بعدها ثلاث ساعات. أوه يعني إي والله وجزاهم الله خير يعني جميع فريق الإعداد والإخراج والمصورين يعني وقفوا معانا وجوا في آخر لحظة صوروا فقرة بالكامل يعني الحمد لله والحمد لله أنها يعني مشيت بشكل مناسب والحمد لله لحقنا الطيارة. لحقنا الطيارة. طيب عمر حبيب ما كان موجود معكم هل هذا فرق معك في الإنشاد خاصة أنكم كنتوا يعني كمنشد يعني أكيد خاصة أنه في المنتخب كنتم لكم جدوا كثيرات وكذا. أكيد أخوي عمر وأخوي عبد الرحمن زرزور وأمين العمودي وإن شاء الله أذكر مين كمان يعني تقريبا دولي يعني بالفعل إحنا في الإنشاد كنا دائما كجروب يعني حتى جلساتنا مع بعض وكذا. فخروجهم وعدم جيتهم للبرنامج كانت مؤثرة لكن الحمد لله اللي موجودين كفوا وفوا يا رب. طيب هل في كلمة ودك توصلها يعني أنت تشوف البرنامج أول شيء قبل الكلمة تشوف البرنامج أنه من البرامج الجميلة اللي شاركت فيها. أكيد طبعا أكيد الحمد لله والشكر معه. طيب كيف شفت تفاعل الجمهور برضو في الهاشتاج حق البرنامج؟ والله أنا يعني كلمة شكر بالفعل يعني جمهور المجد عموما وجمهور ماسا خصوصا وجمهور المنتخب أخص يعني بالفعل يعني الله يجزاهم خير من انتهاء البرنامج إلى لحظة صدور البرنامج الجديد وهم يعني في مطالبات في رسائل سواء عندنا سواء بعض الشباب يقولوا بعض الهاشتاجات يعني يفتكروا المنتخب فهذا والله شيء يحملنا مسؤولية وأمانة كبيرة. أي والله وجهد علينا إحنا كيف نقدم شيء في الفرصة اللي تحرن إياها المجد إن نقدم حاجة ترضيهم. فلما جاء البرنامج سبحان الله جميع متحمس والله رغبة في المجد ورغبة في جمهور المجد اللي بفعل يعني جمهور وفي عظيم. شوف سنتين من البرنامج وما شاء الله تبارك الله ما ننقطع عن مواصلتهم وتواصلهم وذكرهم لنا في حتى بعض الأحيان في بعض الأشياء تنزل للبرنامج وتجينا عليها منشنات وإحنا أصلا يعني قد نسيناها. فيعني شكر عظيم لهم يعني صراحة ما يعني نوفي حقهم وبإذن الله إنه برنامج بعد برنامج إن شاء الله ونكبر مع هذا الجمهور بإذن الله. جميل هل في برنامج جديد إن شاء الله راح يتم مشاركة فيه ولا ما في إلى الآن أي جديد؟ لا والله ما في أي جديد وأبد نسعد لأي جديد والله ما دام المجد وجمهوره يستاهل كل خير. إيه والله يستاهلون والله أتمنى لك كل التوفيق والله ودي بس الكلمة الأخيرة توجهها للجمهور متابعي برنامج شعلة ولهب وحطب. والله كلمتي لهم إنه شكرا جزيلا على كل ما يعني كل تعليق كل فيديو كل رسالة أرسلت في الهاشتاج في غير الهاشتاج هي بالفعل فخر وتاج على رؤوسنا جميعا. إيه والله وشكرا جزيلا لهم على جميع يعني والله أنا بشكر من اليوم لين بكرة يعني ما بوفي حق هذا الجمهور استهلا. الشباب اللي شاركوا شكرا جزيلا لهم يعني والله بذلوا أفضل ما عندهم في أفضل وقت وأقصر وقت وبرضو شكر يعني لا ننسى الإعداد يعني وعلى رأسهم مخرجنا وأستاذنا وياسمين ومعدنا الأستاذ عادل يعني كلهم تعبوا معانا وطلعوا البرنامج بصورة يا رب لك الحمد مثل ما هم شايفين الجمهور. فشكرا لهم جميعا يعني وبإذن الله نلتقي في برامج قريبة يا رب بإذن الله إن شاء الله. تمالك التوفيق يا مهند ونشوفكم إن شاء الله في برامج جديدة إن شاء الله قادمة
والأكيد ودي توصلنا كل الشكر لكل نجوم برنامج شعلة ولها أبو حطب، يعطيهم العافية كلهم. الله يبارك فيك. وأنت أستاذ خالد يعني حرمتنا شوفتك، وهذا شيء محسوب عليك طبعاً. إن شاء الله. خلينا نتصافى، يعني تبغى نتصافى على الهواء ولا معك كيف؟ يعني. ليش يعني بيننا شيء يعني؟ لا لا معليش يعني ما شفناك أستاذ خالد معنا. والله إني افتقدنا العنصر. والله حتى هالبرنامج هذا جتني دعوة فيه لكن والله ما تيسر، لكن أكيد إن شاء الله إنه راح نلتقي قريباً بإذن الله يا مهند. افتقدنا معك قد الشوش. لا موجود في غيرك الحين، شغالين في غيرك. الله يبارك فيك. أتمنى لك التوفيق، شكراً لك يا مهند. الله يبارك فيك، عفواً عفواً، السلام عليكم. شكراً لك.